إلى أي مدى يمكننا يا سيد صالح أن نقول إن الخليج العربي اتخذ قرارا صارما بالتوسع في الاستثمارات في المشروعات غير النفطية؟ ولا شك يعني منذ القدم ونحن حتى في المدارس كنا نتعلم أنه سيأتي يوم وينضب النفط والبترول سوف يختفي، ومن هنا فكرت دول الخليج سواء كان الإمارات، المملكة على فكرة، يعني مملكة البحرين ومملكة المملكة العربية السعودية وأيضا قطر، كلهم كانوا يفكرون في هذه البدائل خصوصا فيما يتعلق بالطاقة النووية. ويمكن إخواننا في الإمارات كوني متابع ومتواجد في المشهد الإماراتي منذ فترة طويلة، كانت الإمارات تعمل على هذا يعني على هذا التحول وعدم الاعتماد مثل ما قلنا على النفط، لأنه سيأتي في يوم ما سوف يتحقق ما كنا نتعلمه في المدارس أنه لابد أن يكون هناك بدائل. الآن دول الخليج حقيقة مجتمعة، وخصوصا نحن الآن مقبلين على قمة خليجية مقبلة، الآن أصبحت يعني أصبح التكاتف والتوحد أكثر مما كان عليه في السابق في ظل هذه الظروف التي يمر فيها العالم، وبالتالي فإن على مجلس التعاون أن يجد بدائل أخرى، خصوصا فيما يعني لأنه قضية التحول أيضا يحتاج إلى قرارات مشتركة بين دول مجلس التعاون مجتمعة، ويمكن تجربة الإمارات سوف يستفيد منها الدول الخليجية الأخرى يعني بإيجاد هذه البدائل. أنا أعتقد الآن هذا التحول حقيقة أو هذه المسألة كل دول الخليج كانت تعمل على ذلك سواء كان منفردة أو جماعية، سواء كان في إطار مجلس التعاون أو بشكل انفرادي، هناك تنسيق وهناك عمل في هذا التحول لإيجاد بدائل نظيفة، لأنه حقيقة يعني لو تتابعون مثل ما قلت الهجوم التي تتعرض دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتلوث سواء كان من خلال النفط أو من خلال الغاز وغيرهم من الأمور الأخرى، فبالتالي إيجاد طرق بديلة أو طرق بدائل جديدة ل يعني إسكات هذه الدول والمنظمات التي تتهم هذه الدول، وبالتالي فإن إيجاد هل تسمح لي بالمقاطعة سيد صالح؟ يعني أنت ذكرت هذا الأمر للمرة الثانية الآن، وهنا أريد أن أستوضحه منك. يعني إذا كان هناك من يصدر البترول ومواده، يعني فهناك من هو بحاجة إليها، هناك من يستهلكه، هناك من يستورده، هناك من يشغله، لماذا يقع فقط اللوم هنا على الخليج العربي؟ بإيجاز لو أمكن. مشكلة إن أحنا أسمح لي أقول يمكن إخواننا في مملكة البحرين وفي دولة الإمارات يعرفون ما سأقول باللهجة الشعبية، إحنا مع الأسف الطوفة الهبيطة دائما ما إذا ما وجه اتهام يتجهون إلى دول الخليج لاستخدام عملية الضغط سواء كان في حجم التصدير سواء كان في حجم الشراء، ويعني كل دول الخليج يعني ليس فقط دول الخليج هي التي تصدر النفط والغاز، إنما أيضا هناك دول أخرى. نعم. لماذا لا نجد هذا الاتهام وهذه إحنا نقول تحمير العين الحمراء عليهم إلا دول الخليج؟ أنا لذلك أنا أعتقد الآن هذا يعني هذه الخطوات التي تقوم فيها دول الخليج فيما يتعلق ب يعني التوحد في الاستفادة من التجارب التي قامت فيها دول الخليج سواء كان الإمارات أو المملكة أو نعم. قطر أو عمان أو الكويت وغيرها من الدول، وبالتالي أنا أعتقد إنه يعني في ظل مثل ما قلنا أيضا تراجع أسعار النفط والتذبذب الحادث يحتاج حقيقة إلى هذا التحول. طيب. ويعني مثل ما قلنا تجربة الإمارات فيما يتعلق سواء كان دبي أو أبو ظبي، ويمكن مثل ما قلنا الآن أيضا في المنطقة يعني المصنع الموجود في مدينة حتى يعطي الدول الخليج الأخرى أنها تحذو هذا الحذو لكي طيب. يعني نقلل هذه الانبعاثات التي أو هذه الاتهامات التي تتعرض فيها دول الخليج.